سيد الرئيس، سيد المستشار المحترم، أود أن أشكركم وأمنيكم بدوري على الدور اللي تتقوموا في إطار لجنة الفلاحة للمناقشة ديال القانون المتعلق بالتعاونيات، واللي كان عندكم بالفعل دور إيجابي جدا في أن هذا القانون بالفعل نبلوروه، باعتبار أنكم اشتغلتوا أيضا على المسودة اللي هذه أكثر من 10 سنوات وهي تناقش. هذه فرصة باش بالفعل نقولوا على أنه الاقتصاد التضامني والتعاوني، ومن خلال التعاونيات هو مجال اللي بغات الحكومة الحالية على أنها تطوره وتعطيه نفس جديد، لأنه تبين على أنه بالفعل دابا وصلنا ل 11,000 تعاونية، وصلنا لأكثر من 430,000 متعاون، وصلنا رقم أعمال ديال 6.5 مليار درهم، لكن هذه الأرقام مازال لا تمثل إلا حوالي من حيث التعبير أقل من 1.7% من الإطار العام ديال هذا الناتج، وبغينا حنا أننا نطوره، وبالتالي هذا القانون تيهدف أساسا إلى أننا نعطيو صيغة جديدة للعمل التعاوني. لكن الإشكالات اللي تفضلتوا بها كاين إشكالات اللي هي ديال التمويل، إشكالات ديال الحكمة والتدبير، إشكالات ديال الموارد البشرية، والإشكال ديال التسويق. فيما يتعلق بالإشكال الأخير اللي هو مسألة ديال التسويق، تعرفوا على أنه الوزارة بالإضافة إلى بعض القطاعات الوزارية الأخرى وبعض الهيئات الحكومية اللي تتشتغل مع التعاونيات، كاين هناك مجموعة من الإشارات. الإشارة الأولى هو، وهذه نبغي يكون كرسالة نبعثها من خلال مجلس المستشارين، هو أننا الوزارة تشتغل مع الجهات في إطار إعداد مخططات جهوية للاقتصاد التضامني والاجتماعي، ونبغي عندنا الآن مجموعة من المخططات اللي هي في طور الإعداد. نبغي نطلب من الإخوة الممثلين ديال المواطنين على أنهم بالفعل يسرعوا، لأن حنا بغينا أنه جميع المدن المغربية بدون استثناء تكون فيها معارض للتسويق، لأنه من تنديروا أي معرض تيكون على الأقل مثل 50 حتى 200 تعاوني على حسب الحجم، هذا تيعطينا رقم معاملات اللي هو في بعض الأحيان تيوصل إلى 20 مليون درهم خلال 3 أيام وخلال 4 أيام. بالإضافة الأخرى عندنا التطوير ديال الاجتهاد مع المطارات، الآن فتحنا باب ديال الحوار مع المطارات، أنه في المطارات الكبرى ديال المملكة غادي تكون التعاونيات حاضرة باش تهي تبيع المنتوجات ديالها، وخاصة الناس ديال العبور، وتتعرفوا على أنه ان اكثر من 20 مليون اللي تعبروا المطارات، الا عدرنا غير 10% اللي غادي يشريو، بمعنى انه غادي نستطيعوا نوفروا لهم. كاين ايضا هذا الشيء ديال الاسواق الممتازه اللي خدامين فيها واللي عطات نتيجه، لكن ما كاينش ديمومه واستمراريه، كاين تعاونيات اللي دخلت الاسواق الممتازه، لكن كاين اشكالات. الان الاشكال اللي بغينا نطوروا في اطار التسويق السيد المستشار المحترم هو هذا الشيء ديال اللابيل، لابيليزي المنتوج ديال التعاونيه، لانه كاين مجموعه من المنتوجات اللي هي منتوجات مغربيه صرفه وعندها امتياز على الصعيد العالمي. الان في اطار لابيليزاسيون ديال هذه المنتوجات غادي نمكنوا مجموعه من التعاونيات على انها تكون عندها اطار اللي هو ايجابي، بالاضافه الى التسويق الالكتروني. الان كاين المغرب التسويق اللي تيشتغل على هذا الملف، الان التعاونيات عندهم الامكانيه انهم يستعملوا وسائل الكترونيه للتسويق، بالاضافه الى المتاجر التضامنيه اللي هي الان غادي تفتح في اكادير في الشهر ابتداء من الشهر المقبل، المتجر اللي ربما يكون السابع على الصعيد الوطني، واللي تسمح على انه يساهم بالتسويق والتثمين ديال المنتوج ديال التعاونيات. شكرا.